المعامله ماشي بنفس السي عبد العالي عادي هادشي. هذا المسار ديال في 76 تاخذ حكم دوري وبسرعه تاخذ واحد الشرف انك تقود كاس العرش 18 يوليو 1976 علما انه كاس العرش نعم. هي تشريف اي حكم وتتعطى دائما الحكام اللي قدام واللي عندهم واحد المسار طويل تعطيه لسي عبد العالي الناصري 18 يوليو 76 ما بين الفتح والكاك بطنجه نعم. وكان خليل البيض هو اللي ماركا نعم. الفوز الفتح الرباطي نعم. احساس كنت انا تقود اول مباراه وحضر فيها ولي العهد انا داك سيدي محمد نعم. وامام هذيك الفرصه انه تزيد تثبت راسك عاوتاني هذا كاس نهائي كاس العرش هذا نعم. ماشي مباراه عاديه في البطوله نعم. اولا هذاك كاس العرش خديته قبل ما نولي حكم دولي لانه خديت حكم دولي ابتداء من فاتح سبتمبر داكور وهذه تجرات في يوليو وهذيك هذاك الوقت انا مازال ماشي حاكم دولي وهذيك عطاوني باش نقود هذيك المباراه وانا كنت سميتو الصراحه تنقول انني غريب انني انا ولد النادي القنيطري ولعب كلاعب ديال النادي القنيطري وغنلعب فريق حاله تنافي لا البلد ديالي وهذاك الشيء في ذاك الوقت كان هذاك الشيء عادي انا تنعقل انني واحد العام في موسم وانا عايش في الرباط لعبت 8 ديال الماتشات المباريات الفريق الفتح واحد النهار ركبت معاهم غنلعب لهم في وجده ركبت معاهم في التران وفي نفس الكوشات مع اللاعبين عادي في ذاك الوقت راه ما كانش الامور هذه تناخذ بعين الاعتبار لا دابا الرباط ما يلعبش للرباط الدار البيضاء ما يلعبش للدار البيضاء حساسيه ما نعرفش علاش ولا هذا الشيء هكذا في هذا الوقت انا تنتعجب وفي ذاك الوقت ما كانش كان مول الدار البيضاء يلعب الفرقه الدار البيضاء مع من تلعب هذا ما كاينش الفرق اذا عطوني هذيك المباراه يمكن هما شافوا بانني نستحق نظرا للموسم ديالي ونظرا كجزاء لما قمت به في ذاك المشوار ديالي في ذاك الموسم وانا مثلا كنت فرحان ولعبت ديك المباراه والحمد لله داز بخير وعلى خير الحمد لله تيعطيوك موراها من بعد واحد 8 سنوات مباراه ديال 8 يوليو 84 ما بين الجيش الملكي والنهضه القنيطريه اللي كان انت نعم. الجيش الملكي بهدف ديال شيشه نعم ولكن قمه المباراه ربما دخل للتاريخ بطريقه اخرى هو انه لاول مره القميص ديال الحكام ما تيبقاش اسود وانما تيولي في لون اخر نعم كي درتي لها السي الناصري هذيك هذيك المباراه النهائيه ديال بين النادي فريق الجيش الملكي مع النهضه القنيطريه كان من بعد ما تعينت كحكم لهذيك المباراه النهائيه اتصلوا معايا من الجامعه وقالوا لي ودي بانه فريق الجيش الملكي تيرغب باش يلعب بالبيدله السوداء وتنعرفوا بان البيدلة السوداء راه عند الحكام دابا انت واش تسمح ليهم يلعبوا بالبيدلة السوداء قلت لهم اودي انا جاوبت الجامعه في ذاك الوقت قلت لهم انا ما عندي مانع ان فريق الجيش الملكي يلعب بالبيدلة السوداء طالما انتم يا جامعه توفروا لي بدله اخرى لون اخر مغاير لانه الالبسه اللي عندي كلها سوداء سوداء وهذاك الشيء اللي كان معتمد عندنا في المغرب هو الحكام تيلعبوا بالاسود قالوا الجامعة ما كاين مشكل احنا مستعدين سميتو نشريو لك البدال ليك ولصحابك اللي غيلعبوا معاك قلت لهم انا موافق هذا ولكن خاصكم تختاروا لي من غير جوج الالوان لانه كاين فريقين فريق انا عارفه باش غيلعب الاسود ولكن الفريق الثاني ما عارفوش غادي تتفاجئ عاوتاني ما عرفتش اش من لون غيلعبوا قالوا لي سير عند واحد الممول اللي كان صديق ديال التحكيم صديق الرياضيين تنسميوه الرياضيين قالوا لي سير لعندو سميتو الدار البيضاء وراه حنا غادي نتصلوا به واختار الالوان اللي بغيتي وفعلا مشيت للدار البيضاء وخديت اربعه ديال البدال من اللون الاحمر ديال التنس لانه كان كنت ضروري خصني نشري نلبس السروال اللي فيه الجياب باش ندير البطاقات ديالي وفي ذاك اثناء ذاك الوقت ما كاين شيء سميتو السراويل القصيره اللي اللي فيها اللون زوين اختاريته السي عبد العالي وهي اختاريت الاحمر واختاريت الابيض اذا اختاريت جوج ديال الاطقم بالبيض والاحمر وحده حمراء كامله وحده هذا وكانت هذيك المناسبه انه في ذيك النهايه اللي حضرها صاحب الجلاله المرحوم الحسن الثاني رحمه الله وكانت مناسبه انه دخلنا بلون مغاير اول حكم وكانت اول مره حكم يدخل بلون غير الاسود هذيك اللقطه ديال الصوره فيها انك تحدثت مع الراحل الحسن الراحل الحسن الثاني رحمه الله عليه شنو الحوار اللي كان وشدك تهضر بواحد الثقه وبواحد انا انسان طبيعي وعادي وحتى
صاحب الجلالة الله يرحمه كان تيعطيك الثقة وتيهضر معك كواحد من الأبناء ديالو، هو شغوف بالكره وتيحب الكره وتيحب الكره وهضر معنا بواحد سميتو كأبناء ديالو، وأنا كانت عندي شرف أنني نكون قدامه وتكلمت معاه بكل ثقة وهذا ووصانا باش نكونوا في المستوى ونقبطوا الامور نضبطوا الامور وتكون يكون التحكيم ممتاز ايش قابط العصا في الوسط في الوسط وهذه هي التوصيه ممتاز. اللي كانت